قالت شيرين الشواربي أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة وممثلة كتلة الحوار، قالت إن العمل على زيادة النمو الاقتصادي سيحل أي أزمة اقتصادية. وأضافت الشواربي أنه تم الاتفاق خلال الجلسات الاقتصادية على آلية الحل، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من تجارب الدول الأخرى لتحقيق نجاح ونمو الاقتصاد. كل الأفكار متاحة، وكل الأفكار اللي بتتقال هنا هي تم تطبيقها بصورة أو أخرى في دولة أو مجموعة دول ثبت نجاحها، لازم تشوف ثبت نجاحها أو لا، والواحد بيتعلم من الدول التانية. إحنا عندنا أساسيات، الأول لابد من إن إحنا نستوفيها.